طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي جلستنا اليوم أو ركن نقاشنا إن شئتم. أعلنا على أنه نتحدث عن موضوعين: موضوع الصلاة بين التقليد والأصالة، وموقف الجمهوريين من نظام مايو السابق. الموضوعين ديل نحن كاتبين فيهم كتب، وبنحاول بإجازة نقدم فيهم بعض المعلومات اللي قد تعين على فهمها وبنحيل الناس للكتب. في موضوع الصلاة، في رسالة الصلاة: وتعلموا كيف تصلون، الصوم ضياء والصلاة نور، وعدد من المؤلفات. لو الواحد زار موقع الفكرة الجمهورية الفكرة.org بيلقى عدد من الكتب الشارحة لأمر الصلاة. نحن بنعتقد أنه البعث الديني المبشر به بيجي ببعث الصلاة، والناس لابد تعرف أنه الإسلام مات في صدور الناس، وليس هناك إسلام إلا في المصحف، والصلاة ماتت برضو. والدليل عليها الدليل على أن الصلاة ماتت أن المعاملة الحاصلة بين المسلمين لا تشبه أخلاق الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين المعاملة، وقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الناس ما بصلوا رغم أنه المساجد أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية، وأئمة المساجد كثروا بأعدادهم أكبر من أي عدد أئمة في تاريخ البشرية، لكن الأخلاق متردية كل صبح جديد. وأدركتنا نظرة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كتداعي الأكل على القصعة. قال: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل لا يبالي الله بكم. فنحن كثيرين لكن مثل الغثاء، والغثاء هو ما تحمله السيول في سطح الماء من خفة الوزن. إذا علمنا أنه مثقال ذرة من لا إله إلا الله أثقل من جبل أحد، ممكن نعرف أنه نحن خفاف الوزن. ولذلك الناس ما يغرهم أنهم بيمشوا المساجد يفتكروا نفسهم بيصلوا، ودي مسألة بتصحح الفكرة الجمهورية بصورة واضحة، أنه لابد أن نعلم بأنه نحن ما قاعدين نصلي وما عارفين معنى للصلاة، وده نحن بندي منه موجز في الشرح. رب مصل لم يقم الصلاة، ده مستوى، ورب مصل لم تزده صلاته من الله إلا بعدا، ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. فالشاهد في الموضوع أنه إذا كان العمل بالشريعة في الصلاة والصيام والحج والزكاة ما أثمر أخلاق، هو ليس مقبولا وهو باطل بهذا المعنى. وده المعنى اللي بيقول أنه أمة النبي صلى الله عليه وسلم تتفرق إلى 73 فرقة، كلها هالك إلا واحدة. في 72 فرقة عندها مساجد وتتلو المصاحف وتذهب إلى الحج وتمارس كل الشعائر المطلوبة في الشريعة الإسلامية، ثم هي على باطل وهي هالكة زي ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة عندما فرضت في يوم الفرضت فيه أو في ليلة الفرضت فيه، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مشهورة اسمها ليلة الإسراء والمعراج في التاريخ الإسلامي، وكان أسرى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ودي كانت طبعا سبب كبير في أنه بعض المسلمين يرتدوا عندما كبر عليهم معرفة أنه النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ذهب إلى بيت المقدس ثم رجع، فلم يقبلوا هذه الحقيقة. وكان كفار قريش رأيهم أنه أبو بكر الصديق نفسه ممكن ما يقبلها، وقال له: صاحبك أتى بكبير اليوم، قال أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد. قال لهم: والله لو قال أكثر من ذلك لصدقته، لو قال أكثر من ذلك لصدقته. وأنه الجزء ما قالوا ليهم في الأول هو أنه مشى للسماء، مشى تجاوز السماء السابق. ففي تلك الليلة بعد وصول للمسجد الأقصى منه عرج إلى السماء في ليلة مشهورة، وكان يطرق باب السماء. قصة مشهورة في السيرة ممكن الناس يرجعوا لها. يسأل من؟ يقول: جبريل. من معك؟ محمد. ويتم السؤال: أأرسل إليه؟ يقول: نعم. فمشى في السماء الأولى وجد فيها سيدنا آدم،
وتدرج في السماوات إلى أن بلغ السماء السابع، إلى أن بلغ سدرة المنتهى. في سدرة المنتهى ذهب وحده في ملاقاة ربه، وجبريل تخلف عنه لأنه هو رسول الله للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة اللي عبر عنها القرآن إذ يخشى السدرة ما يخشى ما زاغ البصر وما طغى، ما اشتغل بالماضي ولا اشتغل بالمستقبل. ودي ما نحن لو لاحظنا أنه في سورة الفاتحة اللي هي جزء من كل ركعة تقرأ فيها، نختم بإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كأنه ما في أرجح بين الماضي والمستقبل. ودي اللي عبر عنها القرآن برضو في أنه ما كذب الفؤاد ما رأى، ودي الرؤية الثانية في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في لقاء ربه، ودي عبر عنها القرآن زي ما قلنا ما كذب الفؤاد ما رأى. لما جاء راجع لسدرة المنتهى أعطي المعراج، دي كانت الصلاة صلة بين العبد والرب، الصلاة صلة بين العبد وربه. دي جبريل ما حاضرة ولا يبلغ مداها نبي مرسل ولا ملك مقرب، وده مقام النبي صلى الله عليه وسلم، المقام المحمود الذي وقفه في تلك الليلة العظيمة. لما رجع فرض لسدرة المنتهى فرض على صلاة المعراج، صلاة المعراج هي السلم البرجع بيله لذلك المقام. لما رجع مكة جاء جبريل بهيئته وبوضوها وطهارته، والقرآن قال له من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وضع السلم للنبي صلى الله عليه وسلم ليعيش مقامه المحمود ويبعث فيه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغ ذلك المقام وبلغ ذلك المستوى من المعرفة بالله واليقين به، جعل رسول للإنس والجن، لا إله إلا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله جاب المعراج لكل شخص، ودي عظمته صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء، وعظمت أمته على جميع الأمم، أن المعراج وضع تحت قدم كل مؤمن ومؤمنة من الإنس والجن ليسوق الناس إلى ربهم. إن إلى ربك الرجعى لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. فالمعراج تحت قدمي أي شخص دخل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويبتدي في الصعود. وده المعنى البيوان، الصلاة بتغير الأخلاق. أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الصلاة بالمستوى ده بترفع السالك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، في كل ركعة يصليها مستوى لأعلى، بنعكس في أخلاقه، في تحمل أذى الآخرين، في توصيل الخير لهم، وفي كف أذى عنهم. دي مقاس الصلاة، في أن الإنسان بيعرج بها، مش يكون لافي مثل جمل العصارة أو حمار الرحى المكان الذي بدأ منه هو المكان الذي انتهى إليه. لابد السالك في الطريق النبوي يكون صاعد في هذا السلم، في هذا المعراج. المعراج ده ما شبهه لربه. في لحظة الوصول للرب كل نفس بتقابل نفس، بتقابل نفس الله، كل فرد بيقابل الله فرد. لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، أو نرثه ما يقول ويأتينا فردا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالسالك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم بيمشي بالمعراج ده، وده سلم سباعي زي ما وارد في الفكر الجمهورية. بتبتدي بالإسلام الأول اللي قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ده مستوى من الإسلام أقل من الإيمان. بعد ده بيجي الإحسان، هي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بيجي علم اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين لترؤن الجحيم. الموضوع ده ظاهر في قصة سيدنا إبراهيم، مستويات اليقين. إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. مؤمن ولكن عايز اطمئنان القلب. قال له فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. لما وراه يحيى الطير اللي كان مؤمن به شافه، قال كذلك نري إبراهيم. جبريل إبراهيم قال لي ربي أرني، قال كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض
وليكون من الموقنين. مش إيمان، تجاوز الإيمان إبراهيم، مشى لليقين. وإبراهيم في اليقين ده امتحن امتحانات كثيرة، إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ابتلاء سيدنا إبراهيم معروفة في السيرة، ممكن الناس يراجعوها، أنه أمر بأن يخلي زوجته وطفله في واد غير ذي زرع، مر في التجربة. نشأ طفله إسماعيل، قال أذبحه، مر في التجربة، فدي بالكبش. وابتلاءات كثيرة قال عنها القرآن، ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. النبي صلى الله عليه وسلم جاء القرآن يحكي عنه قال قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم مسلم ظاهرا وباطنا، وده المستوى السابق من الإسلام الأول، الإيمان، الإحسان، علم اليقين، علم عين اليقين، علم حق اليقين، ثم الإسلام في مستواه الأخير. الإسلام الأخير ده اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه إبراهيم، ومن يرغب عن إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين، قال ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فعيسى مسلم، إبراهيم مسلم، موسى مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مسلم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. النبيون الذين أسلموا هم موسى وعيسى. أسلموا موسى، أسلم أمة اليهود، عيسى أسلم أمة النصارى، النبي صلى الله عليه وسلم أسلم أمة المؤمنين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده أمة ثانية في مقبل الأيام، ودي العبر عنها بأنه لما قال له السلام عليكم دار قوم المؤمنين وددنا أن لو رأينا إخواننا، قال ولسنا إخوانك يا رسول الله، قال لهم بل أنتم أصحابي، أخواني الذين لما يأتوا بعد. قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال لهم لو أن لأحدكم خير غر حجل بين ظهراني خيل دهم بهم ألا يعرف خيله. فديل إخوان النبي المصطفى اللي قال عنهم النابلسي ود لو كان رآنا وكفى، وهم الأصحاب كانوا قبلنا، جاء هذا في حديث يقتفى اللي هو حديث الأخوان. البصل المقام الخوة ده بكون شريعة لله فردية مثل الأنبياء، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. في الحقيقة قال أناس من أمتي ليسوا بأنبياء ولا شهداء، تغبطهم الأنبياء والشهداء لمكانتهم من الله. فدل اللي بيحققوا مقام الإسلام اللي قال عنه القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ودي فضيلة أمة النبي صلى الله عليه وسلم على كل الأمم، وفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم على كل الأنبياء، أن أمته فتح لها الطريق بفضل الله ثم بفضل توسيل النبي صلى الله عليه وسلم لترتقي في الصعود نحو الذات لمقام الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. البصل الدرجة دي درجة خوة النبي صلى الله عليه وسلم، بصل لمستوى الأصالة. وصلوا كما رأيتموني أصلي، ده برضو بيجي الحديث عن المثانة، صلوا كما رأيتموني أصلي، في رؤية بعين البصر ترى التقليد، ورؤية بعين البصيرة ترى الأصالة. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم صلاته دي ما قلت فيها رجل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى لله صلاة كاملة وهو مسلم، صلاة ما تشبه صلاة إبراهيم، وإبراهيم مسلم بيصلي لله صلاة كاملة لا تشبه صلاة عيسى ولا موسى. وكل واحد من الأنبياء المرسلين اللي حققوا الإسلام بيصلي لله صلاة كاملة، صلاة لا تشبه صلاة الآخر. وده معنى لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وده الطريق الفتح لأول مرة في التاريخ البشرية لأن ينتقل السالك من الإيمان للإحسان لعلم اليقين لعلم حق اليقين للإسلام في مستواه الثاني، ويحقق الأخوة مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي بفضل الله ثم بفضل النبي صلى الله عليه وسلم بلغة السالك في طريقه. الكلام ده جديد وغريب لم يغلب به شخص في تاريخ الإسلام، لكن من دواعي ومن ضروريات البعث الديني أنه يتبعث بفهم غريب. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء لمن الغرباء رسول الله الذين يحيون السنة بعد اندثارها. لما النبي صلى الله عليه وسلم وجد في الكعبة 360 صنم حولها وفوقها وفي داخلها، قال قول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فيعبر عنه القرآن قال أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. بدأ غريب، قال وسيعود غريب.
وده كلام احنا بنقوله كثير في المحاضرات واركان النقاش، يعني لنشرح قصه انه احنا بنقول دعوتنا غريبه، ولذلك الناس يدوها فرصه في الفهم، وانه ما يرفضوها لانه قبل كده ما سمعوها، يعني لانه هذا القران لا تنقضي على عجائبه ولا يبلى على كثره الرد ولا يشبع منه العلماء. ففي بحر القران في علوم وفي كنوز، انت ادي نفسك فرصه لعله الكلام الجيد ده صح. وانا قبل كده ضربت مثل بانه لو انت قلنا لك مفتاح سيارتك مثلا في صندوق احمر، ودخلت في مخزن وجدت فيه 7 ألوان طيف من الصناديق، ما بتضيع زمنك تفتح كل صندوق؟ لانه الاشاره ليك انه في مفتاحك في صندوق احمر، فلو لقيت 3 أو 4 صناديق حمر بتفرزها جانب تفتح فيها، لكن ما حتفتح البيوض ولا السود ولا الزرق ولا البنفسجيه ولا خلافه. في الاربعه ديل في واحد صندوق احمر في مفتاح، مش كل صندوق احمر في مفتاح لانه في 3 فاضيه، لكن المفتاح لابد ان يكون في صندوق احمر. فما كل دعوه للدين غريبه معناتها صحيحه، لكن الدعوه الصحيحه لابد ان تكون غريبه. ولذلك احنا بنقول للناس ادوا الموضوع ده فرصه واقروا الكتب بتاعته. ولانه هسه في كلام، في شكاوي كثيره عن كلام عن الالحاد، والناس سابت الدين لانه يعني الصوره المقدمه للدين صوره متخلفه، لكن برضه لانه القناعه ذات المطروح بها الدين للناس صلي لانه اذا صليت بيودوك الجنه واذا ما صليت بيودوك النار، ما اصبح الكلام ده بيقنع شخص. انت داير تكلم الناس عن انه بيلقى شنو من الصلاه لو كان صلى اليوم، لانه الله ما يمكن زي ما ورد في الفكره الجمهوريه وحديث الاستاذ محمود انه لا يمكن تعامل الله حاضر ويعاملك نسيئه. اذا هو امر ان يؤتى الاجير اجره قبل ان يجيف عرمه، وانت صليت له الحين بيديك اجرك حاضر، من يعمل مثقال ذره خيرا يرى، اجرك حاضر ينعكس على اخلاقك وينعكس على ارضاك بالله وينعكس على سلوكك في ان تكون حلو الشمائل تألف وتؤلف. فإذا كان الصلاة قدمت في المستوى ده بتكون مغنية على الناس الذين لا يؤمنون بالله نفسهم، إذا أبرزت نماذج من حسن الخلق وصفاء الفكر وسلامة القلب. وده المستوى اللي بيونه بيتحقق الفرض، لأنك أنت الإنسان مؤمن يؤمن بما لم يرى. لكن إذا اديته المنهاج، وده جابته الفكرة الجمهورية، ليتحقق من وجود الله، ليكون وجود الله يقين عنده لا يتزعزع، وينعكس ذلك على أخلاقه وعلى معاملته لخلق الله وعلى الأحياء والأشياء. ده المستوى اللي بتعرف فيه وسط الفكرة الجمهورية لتواجه تحديات الفكر المعاصر وتقنع الإنسان المعاصر، مش بالتخويف من النار والتبشير بالجنة الموز والسعي للحوز في الجنة الموز. فإنت داير تقدم الإسلام في مستوى يقنع العقول الذكية وتكلم عنه ما تؤمن باليوم في منهاج لتحقيقه، زي ما تكلم الناس تقول لهم موجود غاز الهيدروجين في الجو، عندك تجربة في المعمل بتدخل بتجيب حامض مع ملح في درجة حرارة معينة وفي درجة حرارة الحجرة، وبتوصلهم في أجهزة معينة لتجيب الأكسجين لتنزاح الماء من الأنبوبة، كل التجارب اللي بتتعمل في معمل الكيمياء لتثبت للشخص انه اذا عملت العمل ده بتصل للنتيجه لتتيقن من وجود الهيدروجين في الجو او النيتروجين او الاكسجين في الجو. كذلك الكلام عن ربنا، لانه الايمان وحده لا يكفي، زي ما قال سيدنا ابراهيم قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فكانك انت بعد الايمان بيطمئن قلبك لو كان في منهاج ليجعلك توقن بما لم ترى. والاستاذ محمود بيضرب مثل للكلام عن اليقين والايمان، بيقول انه اذا انت عندك صديقك في الباديه وجيت قلت له انه في المدينه في فاكهه اسمها الموز، وهو ما عهد عليك كذب، بيكون اتجاه الطبيعه انه بصدقك انه في فاكهه اسمها الموز في 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 المدينه. لو جاء المدينه وقال له يا فلان انا زماني كلمتك على الموز، تشوف اللون الاصفر ذاك المعلق في 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 دكان الفكهاني ذاك الموز، بقى عنده علم يقين بالموز. اذا ساقه من يده وصل بين الفكهاني وداه موزة قلبها في يده وشماها وحساها بيده، بقى عنده علم عين يقين بالموز. إذا قشره وأكله بقى عنده علم حق يقين بالموز، ثاني ما بيزعزع فيه. وهذا ده المطلوب هسه اليوم، أن يقدم الدين في مستوى إغناء العقول الذكية، وأن توري أنت قيمة العبادة وعلى قمة الصلاة. والحقيقة الأستاذ محمود ما تكلم عن شيء غير الصلاة، وعلمه ده كله هو نتيجة الصلاة.
فإذا الناس بيروا أن العلم ده صحيح دي الثمرة، ولا يمكن أنه إذا الشجرة خبيثة تدي ثمرة جميلة. إذا كان الفكر الجمهوري فكر مقنع عليه في تفاصيله، وإذا كان الجمهوريين بيسلكوا ويفغي ذلك الفكر وإنت بتعاشرهم وبتعرفهم وجدت أنه عندهم مستوى من تحقيق الكلام ده، يبقى ده دليلك عليه. لأن أنت ما ممكن توري الناس توريهم السماوات السبع ومن جالسين في الأرض، لابد أن يقوم خطاهم في السلم ده في المعراج ليرتقوا بأنفسهم ليحققوا هذا المقام. فالدين في المستوى ده بيقدم لإقناع العقول الذكية وبيقدم بدلائله، والناس اللي بيعارضونا مش بيعارضونا لأنه الكلام اللي بنقوله ده هم بيواجهوه، لأنه بيواجهوا تشويش أنه محمود محمد طه قال الصلاة سقطت عنه. الأستاذ محمود ما بيتكلم عن صنبوس الصلاة، بيتكلم عن توكيد الصلاة. والحقيقة ما من إنسان بيقرأ كتبه بيقرأ كتاب تعلموا كيف تصلون ويشعر بأنه هو قاعد يصلي إذا كان هو قرب يظهر مفتوح، لأنه الصلاة دي أغيم عمل العبد. وأنا سأقرأ جزء مما قال الأستاذ محمود من كتابه رسالة الصلاة في الطبعة الخامسة منه. بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا بها أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. صدق الله العظيم. قال هذه المقدمة الطبعة الخامسة من كتاب رسالة الصلاة، وهو كتاب قد لقي بحمد الله وبتفيقه إقبالا كبيرا ولا يزال الطلب عليه يجب إعادة طبعه. إن الصلاة كانت ولا تزال ولن تنفك أعظم عمل الإنسان، ولكن الناس لا يعرفونها، هم لا يعرفون لها هذا القدر، وذلك لأنهم لا يعرفون كيف يصلون. يقول تبارك وتعالى لنبيه عن الصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والتقوى هنا الصلاة، فكأن الصلاة عندما تتسامى إلى القمة تكون هي سبب الرزق وتغني عن الكدح الذي هو السبب المألوف. ولكن أي صلاة هذه؟ هذه هي الصلاة التي تكون فيها لربك كما هو لك، هو معك دائما، فاسأل نفسك هل أنت معه دائما؟ فإن لم تكن فصلي، فإنك لم تصل، إنك لم تصلي هذه الصلاة، وأنت لم تؤمر بإقامة الصلاة الشرعية إلا أن تفضي بك إلى هذه الصلاة. تعلموا كيف تصلون. لقد صدرنا هذه المقدمة بآيتين هما في الصلاة وفي الرضا الذي هو ثمرة الصلاة. وسبح الواردة في الآية معناها صلي، وهي من السبح، وهي التصرف والانتشار والتقلب في الأرض طلبا للمعاني، طلبا للمعاش. ولقد قال تعالى في هذا المعنى: إن لك في النهار سبحا طويلا. فكأن الصلاة حركة، وإنها لكذلك، هي حركة من الغفلة إلى الحضرة، ومن البعد إلى القرب، ومن الجهل إلى المعرفة. ويجب أن تكون حركة خلف الله لا أمامه، في رضا به لا مفارقة لا منازعة له. وهذا هو معنى قوله تبارك وتعالى: وسبح بحمد ربي، وذلك من قوله: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. والرضا هو طمأنينة النفس لما تجد من برد الراحة بسكون جيشان الخواطر المشوشة في الداخل. تعلموا كيف تصلون. لقد كان النبي أكبر من صلى، وأكبر من عرف كيف يصلي، وأكبر من عرف قيمة الصلاة. كان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، فتهون بالصلاة في نفسه مصائب الدنيا، لأنه يلغى بالصلاة الحبيب الأعظم. ولقد قال: حبب إلي من دنياكم ثلاث، النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. اقرأ مرة أخرى: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقرة عيني تعني طمأنينة نفسي، فكأن نفسه تنكدر وقلبه ينقبض وخاطره يتشوش، فيضطر إلى الصلاة اضطرارا. فإذا قام إليها فاكتحلت بصيرته برؤية الحبيب الأعظم الله، صفت نفسه وانبسط قلبه وسكن خاطره وأصبح راضيا بالله غرير العين. وجعلت قرة عيني في الصلاة. تعلموا كيف تصلون. إن الصلاة إنما هي منهاج بممارسته نستطيع النظر إلى داخلنا حتى نلتقي بأنفسنا فنعايشها ونعرفها ونحقق السلام معها، ذلك بأننا إنما نعايش العالم الخارجي مستغرقين بأوهام حواسنا عنه، لاهين به عن الحقيقة المركوزة وراءه، والتي إنما هو ظلها وقد جعلها الله دليلا عليها لا بديلا عنها. ثم قال في ذلك: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. فآيات الآفاق وسيلة،
وآيات النفوس غاية، ولا تغني الوسيلة غناء الغاية، وما الوقوف معها والاحتجاب بها إلا خسرانا مبينا، وذلك ما نحن لآفته معرضون وفي خطره متورطون، فلكأنما نحن من فرط ما تحتوشنا دواعي الغفلة قوم النيام. إن لنا للانتباه لوسيلة أخرى غير وسيلة الموت وقبل وسيلة الموت، وتلك هي وسيلة الصلاة الواعية الصحيحة الرشيدة، وقد أمرنا بها المعصوم حين أمرنا موتوا قبل أن تموتوا، يعني أرفعوا حجاب الغفل عنكم بالاطلاع على حقائق الأمور المركوزة وراء الظواهر الآن، وذلك بوسيلة الصلاة قبل أن يجري عليكم ذلك بوسيلة الموت فيما بعد، فيكون الأوان قد فات والندم قد وقع ولا تحين مندم. تعلموا كيف تصلون لكي ترفعوا عن بصائركم وأبصاركم حي والأوهام والأباطيل، وإنما من أجل هذا التعليم كتب هذا الكتاب الذي بين أيديكم، كتاب لصلاة الصلاة، والله هو المسؤول أن ينفع به، إنه نعم المولى ونعم المجيب. ده نص أنا بقرأ لكم من كتاب الرسالة الثانية، وممكن التوسع فيه بأن الإنسان يرجع للموقع الفكرة الفكرة تطور، لكن الموضوع في الفكرة الجمهورية كله عن الصلاة. في الحقيقة الفكرة الجمهورية تكلمت عن الاقتصاد والسياسة والاجتماع لتجعل أمر الصلاة أمرا ممكنا وميسورا، عشان لما أنت تأمن الناس في قوتهم ما يكونوا منشغلين في لما يقول الله أكبر بقوت الأطفال بكرة، ولو خصوصا الإنسان ما عنده وظيفة أو ما عنده دخل، ويكون تلقائيا ذهنه بينصرف لبكرة ليدبر موضوع أكله وشراب أسرته. الاقتصاد الكلام عنه في الفكرة الجمهورية ليزيل التخوف ده عشان يفرغ القلب والعقل للصلاة. الكلام عن الديمقراطية بنفس المستوى، الكلام عن المساواة الاجتماعية لزيل الغبن الواقع على الناس بحكم العنصرة اللي هسه في الآونة الأخيرة باسم الإسلام انتشرت وبقت هي يعني جزء من المنظومة اليومية لحياة الناس. فالكلام عن الفكر الجمهورية كله كلام عن الصلاة، وأي حديث آخر هو لتكون الصلاة أمرا ممكنا وميسورا. فالناس يرجعوا للموضوع ده، أنا يعني بعتقد أنه لو قروا في مصادره وبذهن مفتوح عسى الله أن يفتح بيننا وبين خصومنا. ده في موضوع الموضوع الأول، بنتركه هنا لأي نقاش يجيد فيه. الموضوع الثاني الطرح برضو موضوع موقف الجمهوريين من مايو، وده نحن شرحناه كتير جدا، وأسع عندنا فيديو له جزء من محاضرة كانت نشرح فيه ليه نحن تكلمنا عن مايو أيدنا مايو كجمهوريين. يعني نرحب بالمنابر الحرة لأن هي الوسيلة الوحيدة عشان تبين الحقائق والناس يكونوا على بين منهم. سؤال الأخ فيصل لي قال هذا الظهور ده مرتبط بالمناسبة إلى أبد. أنا متوفر جدا بأي شخص عايز يتعرف في بيته في محلة عامة، الكلام ده للأخبار اللي قاعدين والحاضر اللي هم قاعدين. أي لفظ قاعد يقول فكرة الجمهورية على الرهن والسعر. فده بيقول إذا كان فكرة الجمهورية. الجزء الثاني دور الحزب الجمهوري هذا بدي كده. لكن قبل ما امشي فيهم في كلام بيجي في اطار ما قال الاستاذ دوسة. الاستاذ دوسة بيفتكر انه نحن الثور الابيض نفسه اللي بينك ابو معاذ يجي من بعيد عشان ياخذ الثور الاسود اللي جوه. والحقيقه التاريخيه نحن بنقول لكم الطرف منا هسه ما يسعى له، والباقي ممكن يتم في اي منبر اخر معاكم اذا كان حتى طلع من الثاني في بيتك او في بيتنا ان شاء الله. اولا لما انا تكلمت بايجاز قلت الزمن ما لك فيه، لما القصه كلها اللي احنا بنعتبرها برضه مربوطه بسؤالك الاخير، القصه بتاعت الفهم الديني المتخلف للاسلام اللي بينفر عنه، وده موضوع المنشور بتاع 18 يناير. في 65 اتعدل الدستور السوداني بدي حق الحريه
حق حرية الاعتقاد وحق الحياة في المادة 5.1 والمادة 5.2 لحد الحزب الشيوعي في سنة 68 لحد ما يجاك في 25 يوم 24 مايو كان ما سمي بالدستور الإسلامي، احنا نسميه الدستور الإسلامي المزيف، مرة في قراءته الثانية. اليوني احنا في سنة 68 قبل 6 شهور من التاريخ بتاع إجازة الدستور ده محكوم علينا بالردة لقتل الجمهوريين، تطليق زوجات منهم في الأول طبعاً، قبل دار الحزب، مصادرة الكتب إلى الآخر. ده في 18/11/68. في يوم 24 لما بيتر ما وجدوا انه ما بيقدر ينفذوا الحكم ده، قالوا لابد احنا نعمل له السند بتاعه القانون بانجاز الدستور، يسمونه الدستور الاسلامي الحمايه باسم الدين. يوم 24 كان في الجمعيه التاسيسيه ومره في القراءه الثانيه، جات معي يوم 25. نحن محكوم علينا بالردة، محكوم علينا ان نطلب الزوجات يصوروا كتبنا ويفردوا حزننا. جاء نظام وجه الامر، الأستاذ محمود قال إحنا ده لم نأيده ولا نعارضه، لأنه لو عارضناه بديله اللي هو كان حاكم علينا بالردة والقتل والتطليق الزوجات وقبل دار الحزب، فما عندنا مصلحة أن الشخص اللي وقف العمل ده لم نعارضه. وقال ما بنأيده لأن الأستاذ محمود قال الأنظمة العسكرية لا حاجة والله إلى ذي فيها بجانب. نحن ما اتفقنا مع الميري وناس فور عمر نجي نعمل انقلاب، لكن ده اللي حصل. فبيجي عندنا نظام عسكري مدني لا ينتهي بقداسة الدين، وجماعة في البرلمان ملتحفة بقداسة الدين عايز تجهيز ما سمته هي الدستور الإسلامي. ولذلك الجمهوريين لم يؤيدوا نظام مايو ولم يعارضوا. رحم الله الإمام الهادي قال عن الأخوان المسلمين في كتاب كتبه واحد من الأخوان المسلمين، أنا ممكن أديك تفاصيله اسمه وما بذكر اسم المؤلف كذا لكن عندي. قال استغلينا حب الأنصار للدين ومشينا للجزيرة أبا عشان نحارب بهم النظامات. في فرق كبير جدا جدا بين رجل مسالم بيستعمل المنشور والكتاب والمحاضرة وبين شخص شاب سلاح زي ما قالوا عنه ناصر كاروري محمد صادق عمري الى الان في جزيرة أبان. دي حرب بين نظامين الاثنين بيعتقدوا في انه بالسلاح ممكن يغير. نحن ما عندنا تحقيق جمهوري. الجماعات العرض نظامات بالسلاح افتكرت انها ممكن تغير بالسلاح. ما جات السلاح. فتلاقوا سلاحين انتهى فيهم لمصلحة مايو. نحن ما دخلنا ولا من أساليبنا أن نستعمل السلاح. لكن الناس ذاته مشوا ليبيا واستعانوا بالأجنبي وجتاني لمحاولة هزيمة مايو برضه هزمته. الجمهوريين بعيدين من الصور لحد الآن. لكن بعد قليل بعد الدماء دي كلها من الأبرياء ديل في القواعد زي ما قلت النخب الجمهور تحت بعض التضحيات ده كلهم جات النخب من الفنادق وصالحت الميري. فنحن في الحقيقة ما بيقال للجمهورية أنا ما غيرت مايو، بيقال للناس اللي كانوا جوا الاتحاد الاشتراكي الصادق المهدي محمد عثمان المرقدي وجماعة الشيوعيين وكل الأحزاب الأخرى إلا الجمهوريين ما قاموا. لم يدخل منا شخص الاتحاد الاشتراكي. وفي الوقت ده نحن ممنوعين من نتكلم في التلفزيون، ممنوعين نتكلم في الإذاعة، ممنوعين نكتب في الجرايد، وأي حراسة في الخطوط نحن دخلنا. يبقى نحن البرة الأحزاب الأخرى هي مايو. الأخوان المسلمين كانوا يبوا، حزب الأمة كان يبوا، بصندوقون الإمام النميري. هؤلاء الناس نحن برة، نحن ما يبوا. ليه؟ لأنه كان لحد الآن وكذا نظام عسكري مدني يمكن أن تنقضه بيقوم بيقول لك بدون ما يقول لك أنت ضد الله بالنظام بيلتحي بغداسة الدين مصر على مصادرة حريات الآخرين وحقهم في الحياة باسم الله والنبي صلى الله عليه وسلم. من موسى يوم حكمت الردة بالتطفيق لو كان في زمان بشرح لكم التطفيق لكن ما في زمان. الجماعة دي إذا كان في مايو، مايو الترابي، مايو حزب الأمة، ما بقيادة الصادق، مايو الاتحاد الديمقراطي قيادة محمد عثمان المرقدي كلهم هو الاتحاد الاشتراكي. نحن لم ندخل. لما مايو بقت هي الهوس الديني اللي احنا كنا بنحذر منه، الاستاذ محمود ما انتظر الجمهوريين ذاته من ابنائه. شال منشور ونزل الشارع وقدم التضحيه هو.
يقول الاستاذ محمود بيختلف بين كل قاده الاحزاب ان يشير انه هو الشوكه حق الدكتور. لما انسجلنا اول حاجه السجن في سنه 46 و45 السجن الاستاذ محمود قبل التلاميذ قبل الناس المعارف. لما انسجلنا في اخرجنا كتاب ضد الهوس الديني والوهابيه قلعنا السجن في الاستاذ محمود قبل التلاميذ. لما جاء السجن الاخر اللي سجلنا فيه النميري السجن الاستاذ محمود قبل التلاميذ. رفعت علينا قضيه من القضاه الشرعيين في بورسودان. نحن كنا عندنا المعرض في بورسودان الاستاذ محمود اتصل بالخرطوم قال يخبر النائب العام انه انا المتهم الاول. دير تلاميذي انا الاستاذ محمود. هو اللي بقى المتهم الاول في القضيه. لما تم الحكم الاخير اللي بيه هو مشي المشنقه مبتسم كان هو اول الناس. ما زي قاده الاحزاب بجنبوا في الفنادق بيرسلوا تلاميذهم اذا نجحت نجحت بيجوا حكام واذا فشلت بيجوا صالح النميري وبيجوا معاه. لما النميري بقى الهوس الديني نزل لي بالهوس الاستاذ وصعد المشنقه زي ما قالت عنه جوليس مينر he did not show a sign of fear. دي موقف الاستاذ محمود ما نحن ما بيسمونا ترى نحن كنا باستمرار بنحذر من الهوس الديني واستغلال الدين لاغراض السياسه. لما جاءت مايو كانت نظام عسكري دعت هوس الدين. لما بقت ياسر هوس الدين الجمهوريين لم يتوانوا في معارضه دا بايجاز ما بيسمح الزمن بغيره لكنه اولا وفي بعض الاخوان بالداخل لكن كانهم لم يسمعوا لنا او ليقولوا لنا، يعني مثلا واحد بيقول انه نظام مايو انقلاب على نظام ديمقراطي او 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 حكم النمير انقلاب على نظام ديمقراطي، ده كانه ما سمع احنا قلنا شنو. فلو استمع لكلامنا وكان محايد يرد على كلامنا، اول حاجه نظام مايو ما انقلب على نظام ديمقراطي. تسميه الحكومه بين 64 ثوره اكتوبر و69 لما جاءت ثورة مايو بأنها نظام ديمقراطي عدم معرفة بالتاريخ. ولما نحن نرد عليه ونوري أنه ما نظام ديمقراطي الشخص المنازعنا في الرأي ده حقه يرجع لكلامنا ويرد عليه. يعني مايو جاءت أو أكتوبر كانت في 21 أكتوبر 64 يعني قبل شهرين من نهاية السنة بتاعة 64 لما الناس يعني استلموا الحكم ودارت دولة بالحكم يجوز يكون شهر واحد قبل 65، في 65 حل الحزب الشيوعي. فنظام ديمقراطي بحل الاحزاب، النواب اطردوا من داخل البرلمان هن نواب المتعلمين في البلد، نواب دوائر الخريجين. قام التهريج السياسي بواسطه الاخوان المسلمين، والناس بيقروا في التاريخ بيعرفوا انه كان تهريج وكان تصيد لخلق ازمه باسم الله والنبي لإسكات صوت الخصوم السياسيين اللي هم كانوا في الوقت ذاك نشيطين جدا جدا، وكانت العالم كله متأثر بالفكر الشيوعي، ولذلك كان التهريج تم بيه حل الحزب الشيوعي. في سنة 68 مشوا الأخوان المسلمين ووراءهم الطائفية لحل الحزب الجمهوري لحكم الردة على الجمهوريين، والردة معناتها القتل يعني من بدل دينه فاقتلوه. وقفل دار الحزب ومصادرة الكتب وقال ويعني طرد الموظفين من وظائفهم ومطاردة غير الموظفين. ده الخلفية اللي بيتكلم عنها وبيفتكر انه ده نظام ديمقراطي حقه يرد عليه لانه اللي حصل ده اسمه شنو. في الوقت ده كان الدستور الاسلامي اللي احنا بنسميه الدستور الاسلامي المزيف اللي كان حيغني للوضع بتاع الردة وكل الحاجات زي دي زي ما هسه الناس شايفينه في القراءة الثانية مرة في الجمعية التأسيسية يوم 24 شهر 5 69 كان في القراءة الثانية الدستور الإسلامي المزيف. والناس اللي ما عندهم فكرة على المستوى الدستور الإسلامي المزيف اللي يشوف هسه الوضع الحاصل هسه دي في نظام الأخوان المسلمين لحد الآن الردة في قانون الأخوان المسلمين الموجود اليوم. فالما عنده تصور لأنه كان جاي سنة 69 شنو اللي يشوف الوضع القايم اليوم. يعني ما اصبح انه ده موضوع افتراضي انه والله لو جو الاخوان المسلمين بيعملوا كده، لانه الاخوان المسلمين جوا هسه لهم 30 سنه لم يتركوا يعني نوع من الفساد الا مارسوه. فما اصبح نحن ما كنا بنتنبأ به وما كنا بنتوقعه هو لا زال في مجال التنظير، انما الناس شافوه في واقعهم اليومي. فالشخص اللي بيجي يتكلم معانا ويقول انه
والله يعني انقلاب مايو كان على حكومة ديمقراطية، ده بفتكر ما عارف في التاريخ شيء. لما جاءت مايو بعد حالتها دي الجمهوريين ما أيدوها ولا عارضوها، ما أيدوها لأنه زي ما قلنا الأستاذ محمود قال أنه لا حاجة والله إلا ذكر الأنظمة العسكرية بخير، وما عارضناها لأنه بديلة ديكتاتورية أسوأ منها، لأنها بتستغل اسم الله والنبي. والمعارف الديكتاتورية بتستغل اسم الله والنبي، اللي ينظر هسه للجاري في الخرطوم ده معنى أنه بتستغل اسم الله والنبي. لما الناس يجوعوا وتقول أنه حاربوا الفقر، يقول لك إذا حاربت الفقر أنت أعلنت الحرب على الله والرسول. ده مستوى الهوس الديني اللي هسه موجود ولا كان درأت عنه انقلاب مايو في وقته. الناس ال كانوا ضد مايو مشوا لحربها، مش مشوا للنقاش، لأنهم استعملوا الحرب برضه مثل مايو، لأنهم هم من نفس شاكلة مايو ما مختلفين منها. وده بيتضح لما جاء دخلوا في الآخر ورفعوا المصحف، حلفوا على المصحف على أن يتبعوا مايو. الأنصار والأخوان المسلمين والبقرة لكتاب دكتور عبد الرحيم عمر بن حدين بيعرف، قال نحن مشينا الجزيرة أبا لأنه دارين نستغل حماس الأنصار للإسلام ونحارب نظام نميري، فهون اختاروا الحرب مع نميري ونميري هزمهم، ولأنهم دارين يجيبوا الدكتاتورية الدينية باسم القرآن. فكان نميري بالضرورة أحسن منه، لأنه نظام دكتاتوري ما بيستعمل القرآن، بالنظام دكتاتوري بيستعمل القرآن. لأنه لما جاء الوقت الناس قاموا ضد نميري، وما كان الناس يهتموا لأنه هو بيطبق القرآن، لأنه كان تاريخه كله تاريخ ما عنده علاقة بالقرآن ولا حياته عنده علاقة بالقرآن، فكان كشفه أسهل. الأنصار والأخوان المسلمين والاتحاد الديمقراطي لما غلبوا هزيمة نميري في الداخل ذهبوا إلى ليبيا واستعانوا بالأجنبي، اتدربوا في أراضي أجنبية بأموال أجنبية ودخلوا الخرطوم ليحتلوا الخرطوم ويستولوا على النظام بقوة السلاح. ديل الناس اللي كانوا عاطفين من نفس شاكلة يؤمنون بالعنف ويؤمنون باستعمال السلاح ويؤمنون بالانقلاب. لما انفشلوا في المحاولة الثانية أصحاب الدم ديل، هنا جصالح ميري والصادق المهدي رفع خط يده على المصحف ورفع يده في الولاء بالولاء للاتحاد الاشتراكي ودخل الاتحاد الاشتراكي، كذلك عملوا الختمية وكذلك عمل الأخوان المسلمين، دخلوا وتابعوا الإمام النميري وصلوا خلفه. فإذا كان زي ما بقولوا هنا صاحب الناس البكا يعني غفروا، الجيران برضو يكفروا. إذا كان الناس الحاربوا النميري قالوا الصلح، إحنا قلنا لهم الصلح خير. فماذا يعني إذا كان لأي شخص محايد، إذا كانت الجماعات اللي بتعارض نظام النميري بتستعمل القرآن لتجيب ديكتاتورية مثل ديكتاتورية الأخوان المسلمين الموجودة حاليا، إذا الناس بيفتكروا أنه ديل والله تترك مايو عشان يجوا ديل، نسمع منهم برضو. وإذا كان بيفتكر أن النظام قبل مايو نظام ديمقراطي، نسمع منهم. لكن مايو اللي احنا عيدناه دي مايو هي الأخوان المسلمين كانوا وحزب الأمة والاتحاد الديمقراطي، فما أعرف الناس متضجرين ليه، والشيوعيين كلهم كانوا جوا الاتحاد الاشتراكي متضجرين، شنو انت احنا عيدناهم هم تعبانين ليه؟ يعني ما سمعنا زول بيتضجر من أن زول يقول أنا أيتك. فنحن ده السبب اللي احنا قلناه. لما باقي يوم بيقت متهوسة ويتبنت ما سمي بالدستور الإسلامي، احنا نسميه الدستور الإسلامي المزيف، ونحن سميناه قوانين سبتمبر ولم نسميه قوانين الشريعة، الأستاذ محمود خرج لمقاومته وكان عارف أنه الموضوع المقبل عليه كان الموت. وده بيجي بيربطنا بموضوع الصلاة، لأن الوقفة اللي وقفها الأستاذ محمود يوم في ذلك اليوم لا يقف إلا مصلي، أن تواجه الموت مبتسما. وهو لما مايو جاءت الأوامر من السعودية أن تسجن الجمهوريين ومؤامرة الأخوان المسلمين في الداخل وسجنونا، لما فكونا من السجن الأستاذ محمود قال إحنا أخرجنا من السجن لموضوع أكبر من السجن، وذهب في مقاومة النظام الدكتاتوري لأنه بدأ يستعمل اسم الدين واسم الله والرسول. وده الموقف اللي كان من مايو، موقف مجيد وموقف فيه وضوح رؤية، والآخرين كانوا بيتخبطوا. والأستاذ محمود في من 46 من 45 من نشأة الحزب كان لما انتجي المواجهة واجهها هو في السجن الأول لأعضاء الحزب الجمهوري، سجن الأستاذ محمود
في السجن الثاني في ايام الاستعمار انسجن الاستاذ محمود في عهد نميري. انسجن مرتين، المره الاولى كان الاستاذ محمود في اول القائمه، وفي المره الثانيه كان هو اول المضحين بالموضوع ده. ده الرئاسة عند الأستاذ محمود، عند الرجل المصلي، مش أنه بيبعث بأولاده الصغار لحرب النظام يموتوا، وبعد ما يموتوا بتجي الصالح الرجل القتل أبنائك. الأستاذ محمود كان غير كده، كان لأنه بصلي كان عنده وضوح الرؤية ده. فالناس الموضوع ده يدوا فرصة في الحوار الموضوعي ويسيبوا النواحي بتاعت التهريج دي، لأنه نحن بالمناسبة ما بنفتكر أنه كل زول بيقدر يعني الموضوع ده يستوعب إذا كان عنده غرض. ما كل أذن طارقات الهوى تعي. فنحن دارين بس الناس يدوا نفسهم فرصة، لأنه نحن ما دارين الحقون انتخابات ولا دارين منه اشتراكات، كل زول دارينه لنفسه. طريق النبي صلى الله عليه وسلم لمنفعتك الذاتية، مش هتنفع بها أنت الله ولا النبي ولا الإسلام. إن الله غني عن العالمين. فدارين الناس يدوا الموضوع ده فرصة ويدرسوا، لأنه ما في غيره في الحقيقة. والناس اللي بيشوفوا التخبط الهسة قايم في العالم والحيرة، نحن نعتقد أنها تحتاج للإسلام، والإسلام بيحتاج للفهم، والفهم هو طرحة الفكرة الجمهورية. أعطوا فرصة للدراسة. أنا بشاعر بأنه المقدمة دي طالت، فبقي فينا ونفتح الباب للنقاش. هيكون برضو في فرصة للاتصال من خلال الواتساب. شكرا جزيلا. إذا ما في سؤال، في واحد برضو من الحياة المكتوبة اللي أنا قاعد أقرأها في متابعة الصفحة سألني من أنه هل أنت قلت أنه تمشي تسوق لك لوري تراب ولا حاجة زي دي يعني. أنا ما أعرف مع السؤال زي ده فيد بإيش يعني. أنا ما قلت الكلام ده ببساطة شديدة جدا جدا. أدار التفصيل برضو ممكن أفصل له، لكن ما قلته. لكن أنا في حياتي سكت لوري تراب، لكن ما تنبأت بأن أنا والله وش أسوي لي لوري تراب قبل ما يحصل الموضوع ده. فبعرف تفيد بإيش بعدين. حتى لو أنا كنت قلت كلام برضو لمصلحة الناس، يعني لمصلحة كل زول نفسه، يعني أنه قد يختلف جمهوري مع آخر في الرأي، أو قد جمهوري يقول كلام ما مستوسق منه بالفكرة الجمهورية. برضو الزر المحايد يقول والله ربما مبلغ نوعا من سامع، أنا قريت كتاب الرسالة الثانية وكذا وكذا، والكلام اللي بيقاله فلان ده والله ما صحيح، لأنه الأستاذ محمود قال كلام مغاير تماما. مثلا يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما التحق بالرفيق الأعلى سيدنا عمر رفض الحقيقة دي، وقال سمعت أن أقواما زعموا أن محمدا قد مات، من قال أن محمدا قد مات علوته بسيفي هذا. لما جاء أبو بكر الصديق ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته وقال له بربي أبي أنت وأمي قفت حيا وميتا، جاء طالع قال لهم أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيء سيجزي الله الشاكرين. سيدنا عمر قال الآية دي كأنه لأول مرة يسمعها. فهل إذا سيدنا عمر كان ذاك الرأي وإنت سمعته حق بتستحصى أنه فعلا في الدين الكلام ده زي ما قاله هو، ولا أبو بكر عنده رأي مختلف فيه؟ وده ما ينقص من قدر عمر شيء. وعمر قبل الحقيقة دي وسكت. لما جاءت حروب الردة عمر رأيه أنه قال ديل بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولذلك ما يقاتلوا. أبو بكر قال له والله لو منعوني عقال بعير إن كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. حتى مسك سيدنا عمر من لحيته وقال له يا ابن الخطاب، قال له شجاع في الجاهلية خوار في الإسلام. فده كان رأي مخالف. عمر لما شعر بأنه قال شعرت بأنه يعني ربنا شرح صدر أبو بكر لهذا الموضوع وسكت عنه. فأنا التحري بتاع أنه إنسان يجي يقول لي أنت قلت زماني قبل 40 سنة قلت، هل قلت عندك لوري تراب ولا ما يتسوب لوري تراب ولا كلام زي ده، بيفيد بشنو يعني في النقاش؟ فلو النقاش انتقل لمستوى شوية أرفع بيكون مفيد. أنا قايل أنا بجاوب عليه، ولكن برضه بكون مضيع الزمن، ما شعر بأنه يكون مفيد كثير.
الباب لا زال مفتوح للناس الدارين يسألون. في سؤالين هنا، في سؤال: ما هو رأي الجمهوريين في الصلاة في المساجد، وهل هناك علاقة ما بين السلم السباعي للإسلام والأنفس السبعة، وكيف يقدر الإنسان يعرف مقامه فيهم؟ رأينا في الصلاة في المساجد، إذا كان الإمام رجل ذو خلق وذو معرفة نصلي وراءه، وإذا كان الإمام من المهرجين السياسيين ومن الذين لا يرجون لله وقارا ما نصلي وراءه، وده الكسر. والكلام الحديث اللي ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ستتفرغ أمتي إلى 73 فرقة كلها هالكة إلا واحدة. في 72 فرقة فيها مساجد، عندها مساجد وعندها مصاحف وتدي الشعائر، لكن هالكة. فالإنسان بيحتاج يتبين أنه بيصلي ورا مين، لأن الصلاة أهم عمل العبد. فإذا كان الصلاة أهم عمل العبد، يتحرى بأنه بيصلي ورا مين. الإمام اللي بيأمك ده بينك وبين ربك بيكون واقف. فأنت مفروض تتخير، يعني زي ما أنت هسه لو الإنسان في عمر الدنيا ده يصلح سيارته بسوق الميكانيكا كويس، لكن في الصلاة الناس ما بيهتموا أنه يصلي ورا مين. حتى يصلوا ورا ناس جهل، يقول لك شوف الكلام، الخطبة دي كانت كيف غريبة وكذا وكذا. ونحن شفنا هسه الأئمة، خد إمام المسجد النبوي الحرم المكي الشيخ السديس بيتكلم عن محمد بن سلمان، لأنه ده بقى ولي العهد ومستقبله قد يكون الملك. وإن مسيرة التجديد في هذه البلاد المباركة برعاية من ولاة أمرها الميامين، وحرص واهتمام من الشاب الطموح المحدث الملهم ولي عهد هذه البلاد المحروسة، ماضية في رؤيته التجديدية الصائبة. قال هو ملهم ومحدث. محدث دي مبنية للمجهول، معناته انه محدث من الله يعني، وملهم، ملهم من الله يعني. شوف الدرجة دي، وده إمام الحرم المكي، قيس على ذلك. فحتى في واحدين مثلوا من العلماء السعودية دي نائمة المساجد ما حصل لخاشقجي بالكلام اللي حصل من 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 خالد بن الوليد لمالك بن نويرة وقاسطي. يعني شوف المدى ده كيف، كل عمل عندهم له مقارنة بصدر الإسلام. هؤلاء هم رجال الدين وأئمة المساجد. فأنت تحرر لنفسك، شوف المسجد اللي فيه إمام تقي وورع صلي وراه، والأئمة بتاعنا السياسة وبيصلوا بالمرتبات وكده، ده اللي أنت تحدد أنه هل فعلا ده ده تخلون بينه وبين ربك ولا لا. المقامات السبعة في السلم السباعي في الإسلام، الإسلام الأول اللي هو الظاهر والقلب فاضي، بعدين بيجي الإيمان، بيجي الإحسان، بيجي علم اليقين، علم عين اليقين، علم حق اليقين، بيجي الإسلام في مستواه الأخير. هذا التدرج برضو هو تدرج في داخل النفس البشرية، من النفس الأمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي من النفس الأمارة بالسوء، إلى النفس اللوامة، إلى النفس الملهمة، إلى النفس المطمئنة، إلى النفس الراضية، إلى النفس المرضية، إلى النفس الكاملة. كيف الإنسان بيعرف؟ الإنسان بيعرف بالسلوك برضو بما يعلم ربنا. يعني مثلا الإنسان في منطقة النفس الأمارة، النفس الأمارة بالسوء بتتبع الشهوة بدون عقل. العقل هو من العقال، العقل هو كأنه الإنسان ربنا خلق شيطان يتبع شهوته وهو شهوة بلا عقل، وخلق ملك وهو عقل بدون شهوة، وخلق الإنسان كأن شيطان مركب عليه ملك عنده حافظ وقرين، نفس وعقل. فالعقل بيضبط حركة النفس، يعني النفس لما الإنسان يكون عنده رغبة يشيل مال غيره، بتقول العقل بيقول له لا، هذا الكلام ما مسموح به في الدين عند الله، ما مسموح به وفي الجماعة ما مسموح به. فمجرد ما النفس تنقسم بتجي النفس اللوامة، اللي دي بيجي الدين ليقويها ويوريها أنه ما هو الحلال وما هو الحرام، لتقوى على التمييز. بعد ذلك بتمشي للنفس الملهمة، وبتشعر بأنك أنت بيجيك واردات، بيجيك معرفة، بيجيك إجابة على أسئلة، لأنه أنت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا زي ما وارد في كتب الفكر الجمهورية، نورا
تميز به بين الحق والباطل. فأنت في التطور ده بتجد نفسك أنك أنت الموضوع ده بتحس به أنت في نفسك، يعني ما بكلمك بين إنسان خارجي، أن تكون في النفس المطمئنة بتشعر بالموضوع ده، وبتشعر بأنه أنت مطمئن في حركتك، وأنت منعكس على سلوكك، وعندك رؤيتك للأشياء. وبالمعنى ده أنت التطور ده داخل النفس البشرية بيشعر به، والسالك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. في سؤال هنا برضو، هل هناك دليل قاطع يمنع النساء من الصلاة مع الرجال في المساجد، أقصد دون عزل في غرفة منفصلة؟ أول حاجة، الشريعة الإسلامية ما بتشجع المرأة على الخروج، كان ده موضوع محسوم جدا جدا. ولما شرع الحجاب، الحجاب زي ما قلنا عنه أن تجلس المرأة في منزلها أو تجلس وراء حجاب إذا كان في المجلس فيه رجال، وراء ساتر فاصل حسي. وده دليل عليه أنه جاء عبد الله ابن أم مكتوم وهو صحابي أعمى مشهور، نزلت فيه سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجاته القعدات معه احتجبنا، قال له إنه أعمى يا رسول الله لا يرانا، قال لنا عمياوات أنتما، ممنوع يجلس معه ولو كان أعمى. فكون المرأة هسه دي بالاحتيال بتاع الأخوان المسلمين والسلفيين بأنها تطلع تمشي المول، لا تمشي المدرسة، ولا تركب في الطيارة، ولأنها هي مسمينها منقبة أو محجبة، ده فيه تحايل على الشريعة، لأن الشريعة ما بتعني كده، أنه لا ترى رجل وأن لا يرى رجل. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، قال لها، قالت له ما حق المرأة، قال لها ما حق المرأة، قالت له لا ترى رجل ولا يرى رجل. فضمها إليه قال لها ذرية بعضها من بعض. وبرضه جاءت صحابية مشهورة اسمها أم حبيب زوجة أبو حبيب، قالت له إننا نحب أن نصلي معك يا رسول الله، قال لها أعلم، ولكن صلاتك في مسجد قومك أفضل من صلاتك في مسجدي، وصلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في بيتك. قال فاختارت لها ركنا مظلما صلت فيه حتى ماتت. دي جايه لمسجد امام النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قاعدين نقول كثير، امام المسجد النبوي النبي صلى الله عليه وسلم، الناس في الصف الاول المبشرين بالجنه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحه. قال لها ما اتي، احسن لك مسجد قومك وفي مسجد واحسن لك بيتك. فإذا كان ده المسجد اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم إمام، وفيه الأخيار ديل في الصف الخلفي، هي ما شجعوها على أن تحصل له، فما ممكن أنت تستعمل السابقة دي وتجي المرأة المغل تتسوق، لأنها بترى الرجال. وأسى القعدات في أوروبا وفي أمريكا ديل بيجروا الرجال في الشارع وبيجدوهم في أوضاع غريبة جدا جدا وبشوفوهم. ده التحايل. مستقبل الحياة ماشي يقول أنه العفة أساساً مطلوبة تكون عفة في الصدور، وليس عفة مضروبة بالباب المقفول والثوب المسدود، لكن ده المجتمع لسه ما يسلوه. فبالمعنى ده المرأة ما مشجعة أن تطلع تصلي. فدي الموضوع بتاع المرأة. بعدين برضو موضوع الحجاب ده، يعني هسه دي في ناس كثيرين، هسه عندنا في أمريكا في بنت صومالية طوال بيجي الحديث طبعا في التلفزيونات وفي كده، أول مسلمات اثنين يدخلن البرلمان وكلام زي ده يعني، وزي احتفالنا نحن لما نقول في زول أسلم، مع أنه إحنا ما ناقصنا عادات، يعني إحنا النبي صلى الله عليه وسلم وصفنا بأنه غساك غساء السير كثيرين. فهي المسألة ما مسألة الكم، المسألة مسألة الكيف. فهذه البنت اللي فازت، أو هني اثنين من النساء فازت في الحزب الديمقراطي، إذا الناس بيعرفوا لو ما أنهم هن ما عندهم فكرة عن المواضيع،
إذا هي عارفة الديمقراطيين بيدعوا لشنو ما بتفرح بأنها تكون في الحزب الديمقراطي ذاته. لكن الآن نحن بس ناسنا يعني بيشيلوا الظاهر في موضوع ما سموهم في ذهنهم الشريعة الإسلامية أو أنه ده يفتكروا انتصار للإسلام ويمشوا يفرحوا بشيء ممكن أي شخص يعرف أنه هو نوع من الكذب الفارغ أن ما عنده أي قيمة لمجتمع المسلمين. مجتمع المسلمين ما ناقصهم عدد جديد، ناقصهم قيمة. وده الموضوع ممكن يكون فيه تفصيل، لكن على أي حال الشيء اللي بيحصل اليوم ده ما اسمه حجاب. كون المرأة تربط رأسها ده ما حجاب. الحجاب أن تجلس في البيت. دي تقريبا جملة الأسئلة. ما قال طيب لو في 3 نفر معاهم 3 نساء وكلهم عفيفين فهل يجوز لهم الصلاة؟ الصلاة نعم، هسه لا زال الصلاة قايمة، يعني هسه المساجد يمشوا لها نسوان. طبعا في فرصة للمرأة تمشي وبتجني في الصفوف الخلفية وتصلي ورا الرجال، دي لا زالت قايمة. فما في مشكلة يعني. وهسه على أي حال الناس ما المسألة المفروض الناس يفكروا فيها أنه هسه ما في شريعة حاكمة الناس. يعني هسه في ناس في ألمانيا بيصلوا رجال ونساء مع بعض، وفي يكون الإمام نفرين ومرأة واحدة ورجل واحد، يعني في دوشة كبيرة جدا جدا في العالم. فأنت لا تملك أن تدير الشيء الحاصل اليوم. فده ده يعني موضوع الدائرة أنه أنت تعرف أن المطلوب شنو في تطوير التشريع، والعفة هي المطلوب للناس للرجال والنساء برضه. قال هنا في سؤال، إذا كان الأصيل واحد كما ذكر الأستاذ فهل ذلك يعني أن صلاة الأصالة برضو للرجل واحد؟ نعم، في هذه الدورة من دورات الوجود. نعم، عندنا 2 دقيقة تقريبا قبل ما نختم لو في أي سؤال. لو الناس في المتابع الحلقات دي بعد ما ننتهي منها وعندهم أسئلة عندهم فرصة يكتبوا لنا الأسئلة في صفحتنا، وإن شاء الله بنجد فرصة في بداية كل حلقة وكل ورق النقاش إن شئتم بنجاوب على الأسئلة السابقة وبنفتح الباب لأسئلة جديدة. فدائما باب الحوار بيكون مفتوح بيناتنا، وزي ما قاعدين نقول الناجي يأخذ بيد أخوه. لكن لما يكون في متابعة في النقاش، النقاش يكون شوية موضوعي والناس تعمل مجهود بأنه تعرف تفاصيل اللي احنا قلناه قبل ما يكون في نقاش. يعني أنا شعرت بأنه الشخص اللي بيناقش معانا في موضوع مايو ما كان نقاشه موضوعي، لأنه بيقفز على الأشياء اللي بنقولها ويخلينا نكرر في نفسنا. يعني لما نقول أنه النظام اللي كان قبل مايو ما نظام ديمقراطي ونفصل فيه ونحكي التاريخ اللي حصل فيه على الحزب الشيوعي وحكم الردة على الجمهوريين والمطالبة بقفل دار حزبهم ومصادرة كتبهم وكل الكلام ده ما بتم عليه رد، بيقفز تاني يعيد علينا يقول انه نظام انقلاب مايو كان على نظام ديمقراطي كأننا لم نقل شيئا، وده بكون نقاش سقيم وما عنده معنى. فنرجو الناس انه يخطوا في اعتبارنا الشيء اللي احنا قلناه ويناقشونا فيه، واذا وجدنا انه عندهم فرصة في انه يقنعونا نسمع منهم. في سؤال أخير هنا مكتوب، كيف تم تحديد القرن 20 كزمان لرسالة ثانية؟ لأنه ربنا فتح علينا بالعلم ده في القرن 20. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ونكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. فالعلم ده ما تيسر قبل الوقت ده، فده هو ربنا يسر في وقته وظهر في وقته وهو صالح لوقته للوقت اللي بيليه. ودائما الدين بيكون في بعثة وبيكون في فترة، فنحن نعتقد أنه وبتجي الدعوة بتبشر، بعد ذاك بتكون عندها فرصة تتطبق، وبعد شوية الناس برضو بيبتدوا يعني ينزلوا عنا أو يهبطوا عنا إلى أن تجي فترة جديدة، وهكذا كان سير التاريخ كأنه موجة ترتفع وتنخفض. وفي كل وقت بيجي فهم من الله، بتتصل السماء بالأرض لتقدم الناس حلول لمشاكلهم الراهنة في وقتهم الراهن.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم جه في وقته وجاب القرآن فيه حل، لكن الخلاف اللي احنا بنقوله انه لانه ختمت النبوة، وختمت النبوة زي ما بيقول الاستاذ محمود لخير اريد بمن في الارض، يعني مش لانه الله جنى من الناس بقى ما بيجي نبي ثاني، لكن لانه كان ما يجيبه الانبياء وما يجيبه الملك جبريل استغرب بين دفتي المصحف وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء، فما اصبح الناس بعد ده منتظرين شيء يجي من السماء بواسطة ملك، لأنه المخزن بقى مع الناس في الأرض. فأي متبع للنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه ويقرأ القرآن وربنا يسر له منه فهم، ده اتصال الله بالناس، لأنه الله موجود والنبي صلى الله عليه وسلم موجود وقرآنه موجود، فالمتبع للنبي صلى الله عليه وسلم بيفهم عن الله من القرآن وبلغ فهمه ده للناس، وده بين المعنى بيه والفكرة الجمهورية جاءت في وقتها ده. قال كنت فاكر ده يكون السؤال الأخير، لكن في سؤال هنا نختم به: إذا أتيحت لكم الفرصة في المشاركة في حكومة ديمقراطية قادمة بإذن الله، هل تقبلون ذلك رغم وجود هذه الأحزاب في السودان؟ لا نقبل. في رأينا في إحنا كجمهوريين ما بنشارك في حكومة ما لم نكن نحن الأغلبية لننفذ البرنامج، لأنه إحنا مش سعي للحكم، إحنا بندعو لفكرة بتعيد الحياة للناس في الكوكب كله في السودان ابتداء، ودارين إنه هن يقتنعوا بها لنجي ننفذها معهم يكون جزء منهم، ولذلك ما بنفتكر فيه حكومة ديمقراطية تملك هسه الأحزاب الموجودة تملك فهم ديمقراطي أو تستطيع أن تعمل حكومة ديمقراطية، ده كلام ما بيتحقق يعني. فدي بتكون نهاية حديثنا، شكرا جزيلا، نلتقي في الحلقات الأخرى إن شاء الله، غالبا بتكون في واحدة يوم الجمعة القادم، إذا بقى ده هيحصل هنعمل اهتمام به والإعلان إن شاء الله. شكرا جزيلا.